التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي شركات القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في مشروعات الرمال السوداء والتي تقدر تكلفتها بنحو 4 مليارات جنيه. وخلال افتتاحه مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ، أوضح الرئيس السيسي أن مشروع الرمال السوداء خطوة تعد الأولى من نوعها في مصر، ومؤكدا أن البيانات أصبحت متاحة للجميع بشأن جدوى تلك المشروعات، فضلا عن كبر حجم الاحتياطيات وطلبات السوق العالمية على منتجات الرمال السوداء. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان تفعيل الحياة السياسية المصرية وتنمية ثقافة التطوع داخل أروقة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وسط حضور الشباب من طلاب وخريجي جامعة القاهرة. وتستهدف الجلسة الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم داخل وخارج الجامعة، وذلك في إطار الحوار الوطني القائم. وتطرقت الجلسة أيضا لعدد من المواضيع كأهمية العمل العام والاتحادات والأنشطة الطلابية والحوار الوطني، وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويأتي ذلك وسط استمرار غياب التوافق بين القوى اللبنانية حول مرشح واحد لضمان الأغلبية اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة خلفا للرئيس الحالي ميشيل عون، والذي تنتهي ولايته بنهاية الشهر الجاري. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ناقشت في مجلس الأمن ما تردد حول حصول روسيا على طائرات مسيرة. وأوضح برايس أن واشنطن ولندن وباريس أعربوا عن بالغ القلق لحصول روسيا على هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى وجود أدلة كبيرة على أن تلك الطائرات المسيرة تستخدم لقصف مدنيين أوكرانيين وبنية تحتية حيوية. وأضاف أن الدول الثلاث لن تتردد في استخدام العقوبات وغيرها من الأدوات الملائمة ضد كل المتورطين في تلك القضية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا دمرت 3 محطات لتوليد الطاقة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وفي كلمة له دعا زيلنسكي مواطني بلاده إلى ترشيد استهلاكهم للكهرباء بشكل كبير بدءا من اليوم، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على توفير موارد متنقلة للطاقة لصالح مرافق البنية التحتية في المدن الرئيسية والبلدات والقرى في أوكرانيا. أعلنت مدينة كييف عن حالة تأهب جوي داعية المواطنين إلى النزول للملاجئ خشية من قصف جوي روسي محتمل. هذا وأعلن مكتب تمثيل دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية قصفت إحدى مناطق دونيتسك بثلاثة قذائف ثقيلة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية من الآن وحتى نهاية العام الجاري. وأضاف بايدن أن إدارته لديها خطة مفصلة لإعادة ملء هذا المخزون عندما تنخفض الأسعار. كما لفت إلى أن 70 دولارا للبرميل للنفط سيكون سعرا مناسبا للشركات التي تحقق أرباحا طائلة، موجها بتعزيز العمل على الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.